أما في الشأن الداخلي فورد إلينا هذا الخبر العاجل، حيث قررت النيابة العامة حبس 36 متهم في أحداث محاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي. 36 متهم تقرر النيابة العامة حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة محاولة بتهمة تكوين تشكيل عصابي، التعدي على منشأة حكومية بغرض الإرهاب، قطع الطريق، حيازة أسلحة نارية وبيضاء، وأيضا الشروع في قتل أحد المجندين التابعين لوزارة الداخلية. المشاهد اللي حضراتكم بتشوفوها هي المشاهد لمحاولة اقتحام عناصر من جماعة الإخوان المسلمين لمدينة الإنتاج الإعلامي بعد قطعهم للطريق أمام مدينة الإنتاج الإعلامي.